ورؤيه الكويت 2035. واسمحوا لي بهذه المناسبه اتوجه بعميق الشكر والتقدير للجنه المنظمه للمؤتمر لحسن واختيار موضوعات مطروحه للمناقشه خلال فعاليات المؤتمر، والتي من شانها ان تتيح الفرصه للاطلاع على المستجدات العالميه الحديثه وعرض التجارب وتبادل الخبرات بين المشاركين في المؤتمر، ورسم الملامح الرئيسيه والرؤيه المستقبليه للاستراتيجيات وخطط العمل والبرامج التي